دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مشادة كلامية مع سيرجيو راموس قلب دفاع ريال مدريد في لقطة مثيرة للجدل في مباراة أمس في إياب كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة. وحصل ميسي على ركلة حرة في منتصف الميدان في الدقيقة 63، وذهب ميسي ليأخذ الكرة من سيرجيو راموس لتنفيذ الركلة واستكمال اللعب، لكن سيرجيو راموس قام برمي الكرة في الهواء بعد أن ادعى أنه يريد إعطائها لميسي، وأثار هذا التصرف غضب نجم برشلونة ودخل في مشادة كلامية مع اللاعب وتفوه ببعض الكلمات المسيئة له حسب ما ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو. وأظهرت عدسات الكاميرا ميسي وهو يسب راموس قائلا له يا ابن العاهرة باللغة الإسبانية. وكان سيرجيو راموس يسعى من وراء هذا الفعل لاستفزاز ميسي لعله يضربه ويحصل على بطاقة حمراء، لكن ميسي اكتفى بشتمه، وكان حكم المباراة بعيدا عنهما لذلك لم يسمع شيئا ونجا ليونيل ميسي من العقوبة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات.